انضم إلينا مباشرة من بيروت أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، مرحبا بك معنا معالي الوزير. بداية، القطاع الاقتصادي أو القطاعات الاقتصادية المختلفة في لبنان ومنذ بداية هذه دعنا نقول شبه المناوشات أو الحرب منذ عام حتى الآن تكبدت بخسائر كبيرة وجمع على لبنان تفوق 3 مليارات دولار. اليوم لبنان أمام أي تداعيات بعد اقتصادية قد تطال الاقتصاد بشكل عام؟ أهلا وسهلا بك وشكرا لاستضافتي والمشاهدين الكرام. طبعا بداية يعني نود أن نؤكد أننا في حالة حرب واعتداء على لبنان يعني كبير، وتداعيات هذه الحرب وتوسع هذه الحرب أمر قد حذرنا منه مرارا وتكرارا منذ بداية هذه الأحداث منذ ما يقارب العام اليوم. وقلنا بشكل واضح وجلي أن الاقتصاد اللبناني أساسا يواجه مشاكل وصعوبات كبيرة، إضافة إلى تدهور سعر العملة اللبنانية وشلل القطاع المصرفي وغيرها من التحديات التي تثقل كاهل اللبناني اليوم وتثقل كاهل الاقتصاد بشكل عام. هذه الحرب أضافت عبء ثقيل وكبير وهو موضوع النزوح الداخلي. نحن اليوم نتكلم على ما يقارب 1,100,000 نازح داخل لبنان. هذا نزوح يعني تاريخي لم يشهد مثله العالم في خلال فترة أقل من أسبوع في أي بلد في العالم. طبعا هذا يؤثر على الناتج المحلي بداية بشكل كبير، لأن القرى والمناطق والمحافظات الجنوبية والبقاعية وضواحي بيروت في حالة شلل كامل، المؤسسات مغلقة، الوظائف شاغرة، ومعظم الجيل العامل أو القوى العاملة اليوم في إيذر أماكن، يعني يا أما في أماكن الإيواء أو في الشوارع. فهذا لا ينذر بأيام يعني جيدة لموضوع الاقتصادي، ولا ينذر بأيام جيدة في الموضوع الاجتماعي، لأن الجميع يعلم أيضا أن الدولة اللبنانية يعني مثل ما بنقول باللبناني باللحم الحي تحاول تنفيذ خطة الطوارئ، إيواء كل النازحين، وتعمل على الاستقرار في تأمين حاجات المواطنين من مواد غذائية وطبابة واستشفاء وغيرها. بالأرقام الحالية، لأي مدى قادر لبنان اليوم على الصمود في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليها أو حتى في حالة حدوث تصعيد؟ وماذا أنتم فاعلون فيما يتعلق بذلك ومحاولة احتواء الموقف؟ يعني طبعا نحن اليوم ومنذ بداية هذا الصباح كان لنا اجتماع في لجنة الطوارئ مع المجتمع الدولي وتحديدا الدول المانحة، وكانت هناك مداولات كبيرة عن تكلفة هذا النزوح وتكلفة ما يحصل اليوم يعني خلال الثلاثة أشهر القادمة حتى نهايتها عام 2024. وقدرت هذه المبالغ التي يحتاجها لبنان وتحتاجها الدولة بما يقارب 500 مليون دولار لتغطية كلفة النزوح وحاجات المواطنين. أما بالنسبة لتأمين، ودائما كنا نطمئن، المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والأساسية لعامة الشعب اللبناني، طبعا وزارة الاقتصاد قد طمأنت مرارا وتكرارا أن في البلد ما يكفي لأربعة أو خمسة أشهر من المواد الغذائية المخزنة والموجودة داخل البلد، وعدد كبير أيضا من البواخر المستوردة اليوم في مرافق بيروت، مرفق طرابلس ومرفق بيروت وصيدا تفرغ حمولات من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية. فأمامنا يعني 4 أو 5 أشهر من تأمين هذه الحاجات. هذا حتى بعد التصعيد معالي الوزير، بعد ما تتحدث عنه إسرائيل من أنه قد يكون طبعاً عملية طبعاً محدودة أو حتى غير محدودة؟ طبعا بعد التصعيد، لأن التصعيد كما شاهدنا معظم التصعيد يعني يحصل في المناطق الحدودية الجنوبية للبنان وليس عبر المعابر أو المرافق التي يدخل من خلالها
البضائع إلى لبنان، يعني المرافق، مرفق بيروت، مطار بيروت، مرفق طرابلس، يعني هذه المرافق ما زالت تعمل بشكل كامل، وهذا أمر جيد في هذه المرحلة الصعبة. ولكن نحن ننبه دائما أن تعرض أي من هذه المرافق إلى أي اعتداء أو تعرض لبنان لحصار بحري أو جوي طبعا سيؤدي إلى شلل سلاسل الاستيراد ويؤدي إلى مشكلة في توافر البضائع، لكن الآن الأمور بخير. وما هي الخطط البديلة؟ هل يتم وضع خطط؟ يعني نعلم أنه مطار بيروت حتى يستهدف بالقرب منه مناطق 500 متر و 1000 متر حتى، يعني هل من خطط بديلة لهكذا سيناريوهات؟ يعني في الحقيقة موضوع المرافق الأساسية وهي المطار والمرفق، تحديدا المطار، نحن لطالما كنا من الفريق، وأقول هذا على نطاق شخصي كوزير اقتصاد وتجارة، لضرورة تأمين مطارات أخرى في لبنان، وعندنا عدة خيارات بما فيها مطار رونيه معوض في منطقة الشمال ومطارات أخرى في مناطق مختلفة من لبنان، إنما هذا الموضوع بعيد المنال في هذه المرحلة، لكن هو من الأمور التي نسعى إليها يعني لاحتواء أي أزمة في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد. إنما أقول لك بكل أمانة، بظروف لبنان وحدود ومشاكل الحدود مع سوريا التي لم تنتهي حتى اليوم، يعني عم نحكي على النقل البري نتيجة العقوبات ومشاكل الحدود التي لم تنتهي حتى الآن بين لبنان وسوريا، ليس أمامنا غير مطار بيروت ومرفق بيروت وطرابلس وصيدا كمنافذ للاستيراد والتصدير. ولهذا نحن نحذر يعني من تفاقم هذه الحرب أو من توسع رقعتها أو ضرب بنية تحتية، لأن هذا فعلا يضع لبنان في مكان صعب وحرج جدا. طيب حتى الآن هل تم إجراء دراسة آنية لحظية لحجم الخسائر، سواء اللي سببه حركة النزوح، الدمار الهائل في مناطق مختلفة في لبنان؟ ما الذي يحتاج لبنان لإعادة الإعمار، لإعادة يعني حتى سعر صرف الليرة وصل لمئة ألف مقابل الدولار، لا أعلم إذا حتى زاد حتى الآن أم لا؟ يعني حقيقة نحن نتكلم عن خسائر، دعيني أقسمها إلى شقين. هناك الخسائر المباشرة التي نعني بها دمار مدن بكاملها ودمار قرى بكاملها. هناك قرى على تحديدا قرى الحدود الجنوبية يعني قد سويت بالأرض بما يشمل منازل، بما يشمل مصانع، بما يشمل مؤسسات تجارية وغيرها. فهذه الخسائر ما زالت قيد الدراسة، ليس هناك من المبكر أن نعطي أرقام محددة، إنما لقد أعطينا نحن كوزارة اقتصاد أرقام يعني تقريبية من خلال مسح ميداني قمنا به، وهي خسائر طبعا بالمليارات، وإعادة البناء ستتطلب مئات الملايين والمليارات، لأننا نتكلم عن مدن بأكملها اليوم، وهذا الدمار يمتد إلى بيروت. هناك عدة مناطق في بيروت وضواحي بيروت تقصف اليوم، يعني نحن نكرر للأسف سيناريو غزة في لبنان، وهذا سيكون له تكلفة كبيرة، لكن من المبكر اليوم التكلم عن أرقام محددة. طيب ما الضغوطات التي تقوم بها الحكومة اليوم وعلى رأسها كذلك القطاع الاقتصادي واللي حضرتك مسؤول عن وزارة الاقتصاد هنا في هذه الحكومة؟ ما الضغوطات التي تقومون بها داخليا لمنع أي تصعيد قد يكلف الدولة خسائر أكبر وكذلك التحركات الدولية؟ يعني طبعا نحن نعمل يعني مثل ما بيقولوا يعني around the clock، نعمل 24 ساعة ل 24 ساعة يعني بالتوازي مع كل العمل الاستباقي والطوارئ لإنقاذ النازحين وتأمين يعني إقامات ملائمة. نحن نعمل على الجبهة الدبلوماسية بشكل مكثف وكبير، وطبعا الملف الاقتصادي طاغي بشكل كبير، لأنه فعلا يضع كلفة هذه الحرب في إطار الثمن الذي يدفعه لبنان من خلال هذه الحرب. وإحدى أكبر الكلف طبعا بعد خسارة الأرواح التي لا تثمن، الخسائر الاقتصادية التي قد تأخذ لبنان إلى المجهول.
فاليوم هناك حراك دبلوماسي كبير جدا على كافة الصعد مع الدول العربية في الباب الأول، ومع الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي أيضا، يعني بشكل مكثف منذ ساعات صباح الأولى اليوم، وبعد ذهاب وزير الخارجية الفرنسي أو رحيل وزير الخارجية الفرنسي من لبنان، وقد كانت هناك رسالة واضحة من الحكومة اللبنانية بلسان دولة رئيس الحكومة بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب البارحة، أن لبنان جاهز فورا لتنفيذ 1701 بكافة تفاصيله في حال مضينا أو صار اتفاق لوقف إطلاق النار فوري. ورأينا أيضا أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي البارحة كان واضحا جدا أنه ضد التصعيد، بغض النظر على الرسائل التي يعني تطلع دائما بأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، لكن هناك موقف دبلوماسي واضح أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد في لبنان وتطلب بشكل واضح وقف إطلاق النار، إنما العدوان الإسرائيلي خارج عن السيطرة، ويبدو أن هناك مخطط لاستكمال ما قد بدأ أو ما قد بدأ به النظام الإسرائيلي. طيب اليوم علي الوزير في سؤالي الأخير، إسرائيل والتي هي الجانب الآخر من هذه الحرب قادرة على تحمل تكلفة هذه الحرب حتى الآن فيما يتعلق بنازحيها الذين نزحوا من الشمال، توفير الاحتياجات الأساسية لهم، لبنان هل يوفر الآن الاحتياجات الأساسية اقتصاديا، هنا دعنا نقول من كل المستلزمات من خزينة الدولة، أم لا تستطيع تحمل ذلك وبالتالي تعتمد فقط على المنح والمساعدات الدولية؟ يعني إلى أي مدى مغطى هذا الجانب؟ في بداية الأمر دعيني أوضح نقطة، أن الاقتصاد الإسرائيلي اليوم منهار، وهذا بشهادة وزرائهم، وزراء المالية وغيرهم، الذين يقرون بخسائر فادحة على إسرائيل اليوم على كافة الصعد. إنما طبعا لا يمكن مقارنة وضع الاقتصاد اللبناني، وخاصة أن الكل يعلم أن الاقتصاد اللبناني قبل بداية الحرب كان يعاني الأمرين، كان في حالة تدهور شبه كامل، ولم ينقصنا يعني إلا هذه الحرب لتدمر ما تبقى من هذا الاقتصاد. فبالجواب على سؤالك أقول لك بكل أمانة، اليوم من دون وبدأنا نرى منذ أيام قليلة دعم كبير عربي، ونحن نتشاور مع جميع الدول العربية، من دون دعم عربي واحتضان عربي كبير اليوم، ومشكورة عدد من الدول العربية التي قد بادرت بسرعة كبيرة بعد الحراك الدبلوماسي الذي قد قمنا به، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر، والعراق، والجزائر، يعني هناك، والأردن هنا ومصر، هناك دول عربية بدأت في دعم لبنان بشكل كبير، لأن لبنان لوحده، وأقوله لك بكل أمانة، من خلال خزينة الدولة يستطيع أن يؤمن يعني حاجات النزوح وحاجات البلد اليوم لتنفيذ خطة الطوارئ لفترة قصيرة. لكن هذه الحرب وتداعياتها اليوم، خاصة بعد نزوح أكثر من 1,000,000 لبناني، سيطول أمدها، ونحن نتكلم على سنوات، لا لسنا نتكلم على أشهر. هناك إعادة الإعمار وهناك إعادة الأمان إلى هذه المناطق، ومن بعدها عودة النازحين، فالتكلفة ستكون كبيرة، ومن دون الدعم العربي والدولي سيكون لبنان في مكان صعب جدا جدا جدا. ولهذا نعيد ونشكر كل الدعم العربي الذي يأتي بسرعة إلى لبنان، ونحن عندنا تطمينات وتأكيدات أن هناك المزيد من الدعم ولن يترك لبنان وحيدا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا، كنت معنا من بيروت مباشرة أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، شكرا.